ويعني في الحقيقة كلنا عارفين الشوط الكبير قوي اللي قطعته الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة العشوائيات والمناطق الغير آمنة. الحقيقة اللي متابع الملف ده عارف انه في حجم انجاز كبير قوي فيما يخص نقل وتسكين الاهالي وتوفير وحدات مفروشة بالكامل ليهم بديلة عن المناطق العشوائية. كلنا شفنا اللي حصل في الاسمرات والبشاير المحروسة 1 و2 وغيره وغيره كتير. كلنا عارفين قد ايه الملف ده بالذات كنا احنا حتى بنطلق عليه اسم القنبلة الموقوتة، لان الناس اللي كانوا عايشين في المناطق دي كانت مناطق غير آمنة فيها جرائم كتير وغيره وغيره، فالدولة قدرت ان هي تعدي او وتقوم بحجم انجاز كبير قوي في الملف ده. طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر من المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية اللي معانا على الهاتف دلوقتي، نعرف منه تفاصيل اكتر عن الملف ده. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، اهلا بك. يعني في البداية خلينا نتكلم عن ما تم في مشروع تطوير عواصم المحافظات. طبعا تطوير عواصم المحافظات يمكن دي برضه احنا بدأناها تحت مظلة صندوق التنمية. الصوت مش واضح يا فندم. الو؟ طيب احنا هنعيد الاتصال بيه مرة تانية. يمكن انت بس انت لمستي اقول لك ايه صلب الموضوع لما اتكلمتي على المحروسة 1 والمحروسة 2 وتل العقارب اللي اصبحت روضة السيدة. فعلا في نقلة حضارية حصلت في ملف العشوائيات. لو بنتكلم في ملف العشوائيات ده تحديدا يمكن الصور قدامنا، حد كان يتخيل ان دي على سبيل المثال كانت حاجة زي غيط العنب اللي موجودة في اسكندرية وكانت قضت على بؤرة من البؤر؟ اقول ايه، انا كنت بشايف ان دي كانت اماكن موبوءة زي ما بتقولي قدرت اللي انت تطوريها ويبقى عندك كمان فيها محلات تجارية كومباوند، مجتمع متكامل بالظبط. يعني هو فعلا بقى من عشش زي ما بيقولوا كومباوند، يعني الناس ساكنه فيها. طيب رجعنا مره تانية لضيفنا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه اللي معانا على الهاتف دلوقتي، بنصبح على حضرتك مره تانية. صباح الخير، اهلا بيك. يعني هعيد سؤالي لحضرتك، حابين نتكلم عن ما تم من انجاز في مشروع تطوير عواصم المحافظات. تطوير عواصم المحافظات دي مبادره كان سياده الرئيس اطلقها يمكن من حوالي سنه تحت مظله صندوق التنميه الحضريه. احنا في الاول طبعا اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه، يمكن دي كانت اول مبادره تنطلق معانا. المشروع مستهدف منه 500,000 وحده، شغالين دلوقتي في المرحله العاجله بتاعت المبادره في 115,000 وحده. تكلفه المرحله دي بس حوالي 120 مليار جنيه. نعم. يمكن ال نسبة التنفيذ في خلال السنة دي، كان مبادرة اتخذت من سنة واحنا بدأنا شغل فيها على طول بعدها بشهرين، بدأنا يعني من حوالي بقالنا حوالي 10 شهور شغالين فيها تقريبا. نسبة التنفيذ متوسط حوالي 65%، تجاوزت ال 65% في 13 محافظة، 36 مشروع، وفي بعض المشروعات يعني طبعا ده نسبة متوسطة لكل المشروعات، لكن في مشروعات وصلنا فيها ل 85% كمان. يعني بنتكلم على يعني نسبة كبيرة جدا. احنا طبعا بننفذ المشروع ده بالتعاون مع الهيئة الهندسية، هي الذراع التنفيذي لينا في هذا المشروع. فيمكن بعض الصور ناس شافت ودلوقتي بيقولوا كومباوند، احنا بنعمل فعلا كومباوند. يمكن المبادرة دي مش خاصة بس بأهالينا في تطوير العشوائيات، لا، المبادرة دي خاصة بكل مستويات وفئات المواطن المصري، حتى المستويات اللي هي عايز يشتري واحدة سكنية استثمارية عالية. عشان في بعض الناس كانت اتهامات بتوصل لنا بيقولوا انتوا عاملين تشوفوا تبصوا العشوائيات وتدوا العشوائيات بمستوى عالي جدا، طب احنا فين؟ انا عايز واحنا شفنا ده من خلال عدد من النماذج يا باشمهندس خالد، يمكن شفنا دار مصر وشفنا جنة وشفنا الوحدات السكنية اللي موجودة في العاصمة الإدارية، فأعتقد وزارة الإسكان دلوقتي بقت بتقدم يعني كل النماذج السكنية لكل الفئات الخاصة بالمجتمع المصري تحديدا. لكن خلينا نروح برضو الموضوع، لأن دي زي ما قالت زميلتي بسنت هو كانت قنبلة موقوتة، وهي فكرة العشوائيات، لأن كان في أماكن كتيرة جدا هي أماكن غير آمنة، أماكن كانت بتهدد حياة القاطنين فيها أو السكان فيها،
وليكن على سبيل المثال تل العقارب اللي أصبحت روضة السيدة، والكل كان يعلم كثيرا، كل الأهالي المقيمين في السيدة زينب كانوا عارفين يعني أهمية المكان ده وخطورة أيضا المكان ده. يكفي أن الدولة ما كانتش بتعرف توصل بأجهزتها للداخل يعني أو للعمق. عاوز أسأل حضرتك، نقدر نقول النهاردة وداعا للعشوائيات ومصر خالية من العشوائيات؟ طبعا احنا عشان نقول الكلمة دي احنا عندنا تصنيف العشوائيات، نقول وداعا للعشوائيات الغير آمنة، يعني احنا عندنا عشوائيات غير امنه، غير مخططه، اسواق عشوائيه، كل الحاجات دي تحت مظله العشوائيات. لكن المبادره بتاعت سياده الرئيس في 2016 كانت القضاء على عشوائيات غير امنه 357 منطقه ب 246,000 وحده، واشتغلنا عليهم خلاص الحمد لله. احنا بنتكلم طبعا، ناس بتقول لك طب احنا شايفين في مناطق شكلها مش كويس، دي بقى مثلا زي ما نمشي على طريق ده نشوف بعض البيوت اللي هي متلاصقة مع بعضها لكن انشائيا هي امنه ومناطق دي امنه. دي عندنا الخطط الثانيه بتاعتنا لغايه 2030 بنبص للعشوائيات الغير امنه ازاي نتدخل بي، ممكن انشاء مشروعات جديده برضو ليها. يمكن يعني سياده الرئيس ادانا التكلفات بان احنا ننشئ 200,000 وحده على مستوى القاهره الكبرى مثلا. بنشتغل عليها، ممكن نشتغل عليها نفتح محاور ونرفع من كفاءه الحياه هناك، شبكات ميه، صرف صحي، كهرباء، طرق، كل الحاجات دي تعمل داخل المناطق الغير مخططه. يمكن على سبيل المثال الشغل اللي بيتم فيه عزبه الهجانه في بعض الاماكن اللي هتبني تاني، يمكن مشروع دلوقتي بنتكلم على منطقه مثلا سكر ليمون وحوش الغجر في جنب سور مجرى الجيارة وحوش الغجر دي منطقه كانت مدرجه في الغير مخططه وليس غير امنه، ومع ذلك دخلنا عليها باسلوب الاحلال تاني. احنا بنسكن اهالينا في مشروع الخياله، والمشروع هيتعمل تاني بعد ما نخلي المنطقه دي كلها. يعني في اوجه كتير للتدخلات، ممكن بناء جديد، ممكن رفع كفاءه الحياه بالشبكات والطرق وكل الحاجات دي، وممكن نبقى بنحاول نقول هنعمل لا نبني في نفس المكان او بمكان قريب منه. يعني في تدخلات مختلفه، يعني الموضوع مش باشمهندس خالد بنتكلم في كم وحده اتوفرت ليهم؟ حوالي كم وحده؟ على مستوى الغير امن كله، احنا بنتكلم على غير امن، احنا بنتكلم في 246,000 وحده، ولكن مش كلهم بناء. يعني ممكن نقول ان في بعض التدخلات للقضاء على غير امن في حاجه كده، زي مثلا مشروع بتاع الخط الضغط العالي في القليوبيه. بنتكلم احنا بدل ما ننقل 12,000 اسره من تحت الضغط العالي، والحاله الانشائيه للبيوت دي جيده، ليست يعني هي المباني كلها جديده مش قديمه، فبدل ما ننقل كده كان عندنا قيمه تقديريه لنقل الضغط وتغيير مساره وتغيير شكله، ان هو يبقى ضغط دفن بدل ضغط عالي. نعم. كانت 2.6 مليار جنيه، وطبعا بتدخل مع وزاره الكهرباء، وازاي قللنا التكاليف بقت 750 مليون جنيه، فدي تبقى احدى اساليب التدخلات. برضو بناء السدود والبحيرات في زي في جنوب سيناء، لما بدينا 5 سدود ناس عايشه في مجرى سيل، ولكن حاله انشاء البيوت حاله جيده. صحيح. وليست سيئه. فبنعمل تغيير لمسار السير، بنعمل شدود، ونعمل بحيرات لتخزين الميه عشان استخدامها مره اخرى تفيد المجتمع. فدي بعض التدخلات غير البناء نفسه. لكن احنا بننتهي كل حاجه بندرسها على اساس ازاي ننجح فيها وازاي نقطع على عدم الامان فيها. فدي تبقى حاجات كلها بدراسات على طول. لكن مبادره تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دي لوحدها 500,000 وحده بناء وليس تدخلات اخرى غير البناء. بيتم العمل في 115,000 وحده. تمام. نعم. طيب باشمهندس خالد، يعني يمكن احنا هنا في ماسبيرو ومطلين مباشره على مثلث ماسبيرو، وشايفين ما شاء الله اعمال التشييد والبناء وصلت لمراحل متقدمه جدا، يعني تكاد تكون يعني انتهت من اعمال التنفيذ الخاصه بالعقار نفسه وباقي التشطيبات الداخليه. عاوزين نعرف ماذا عن عوده سكان مثلث ماسبيرو؟ ان شاء الله عوده مثلث ماسبيرو، سكان مثلث ماسبيرو، يعني خلاص احنا كنا عملنا لجنه تاشيريه من حوالي اسبوع. نعم. واللجنه اقررنا فيها ان احنا خلال الشهر ده هنكون بنعلن عن اشتراطات او مش اشتراطات، خلاص احنا الناس معروف مين راجع، عشان بس محدش ما تحصلش بعض البلبله من الناس، وفي بعض الاشاعات بتطلع وبعض الناس بتتخوف. الموضوع موضوع ان احنا بنقول ايه، الناس اللي معاها اوراق اللي هي خلاص واخده عقود مننا تعالوا عشان هنعمل قرعه. اللي اختارت اختيار الرجوع. اللي هي طبعا احنا كان عندنا احنا 4,537 اسره.
صحيح. يمكن منهم 936 اسره اختاروا العوده، وفي جزء اختار التعويض المادي، وجزء اختار يروح لاسوان السكن الاخر. الاختيارات كلها مش اجباريه يعني. فالاهالينا اللي ان شاء الله طلبوا العوده ووقعوا معنا العقود اللي هي حسن النوايا او الاتفاقيه بتاعتهم على العوده، ان شاء الله اذا جايين معنا هتبقى في قرعه تجرى ما بين الناس، وهنقول ايه الحاجات المفروض الاجراءات اللي هتتم او خطوات الاجراءات، عشان الناس فاكره ان لا ده احنا ورق جديد وكلام جديد ولسه هنشوف صحه. لا لا لا، عشان بس ده انا معلش يا يعني باشمهندس خالد هنا، بس عباره قرعه ممكن تخلي الناس تظن ان فكره في ناس هترجع وناس مش هترجع. احنا هنا بنتكلم قرعه علشان الوحدات الجاهزه اللي هيرجعوا فيها دول. قرعه على يسكن فين في الوحدات، وليس قرعه ما بين الناس اللي قدمت، يعني مثلا ان الناس خلاص اللي ماضيه معانا هنختاروا منهم ناس تسكن ناس. لا لا لا، القرعه هنا على الواحد، عشان حد يقول لي اشمعنى حطيتني هنا في الدور ده في الشقه دي في الاتجاه ده. لا، دي هتبقى قرعه حره جدا جدا، وقدامهم وهتكون في حضور الاهالي بشفافيه شديده جدا جدا، علشان ما حدش يقول يعني لن نتدخل، ولا حد يعتقد ان احنا، عشان بس ما حدش يقول ايه طب انا اديني مش عارف انا اديني وحده فين، انا عايز ايه، ده انا لا، الكلام ده مش هنتدخل فيه، عشان تبقى دي قرعه حره تماما فيها شفافيه، وتبقى قدامهم فعلا زي ما حضرتك قلت، ودي اهم حاجه عشان ان شاء الله مكان مخصص عشان يعني مش هنفاجئهم اصل القرعه طلعت بكذا. لا، القرعه هتكون بحضورهم وبشفافيه شديده جدا، وهنختار حد منهم يختار بنفسه كده، يمد ايده ويختار، والارقام تطلع قدام الناس، علشان ما حدش يعني لو على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا كده، عشان ما حدش يشكك. يعني مجهودات كبيره قوي، واحنا فعلا شايفين حجم الانجاز قد ايه. كل الشكر ليك المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، بنتمنى لكم مزيد من التوفيق، وان شاء الله قريب جدا نشوف مصر بلا عشوائيات.